عليكم متابعين ديالنا الاعزاء، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. اليوم فيديو جديد ونهار جديد ديال المتابعين ديالنا، سمحوا لنا على الغيوبات، غبنا عليكم يا المتابعين. اليوم جيتكم بواحد الفيديو اللي نتمنى يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم. اليوم يا المتابعين عندنا واحد المفاجاه في الدار اللي ما كناش عوالين عليها. المتابعين ديالنا اليوم عيد ميلاد ديال ماما، والله المتتبعين عيد ميلاد ماما جاني مع الجهاوي، ما كنت باغا ندير لها شي حاجه اللي غادي تكون كثر من هكا، ولكن حيت جاني مع الجهاوي المتتبعين صافي راني هزه لهم غير فوقاش غيتعلق الطابلو وفوقاش غيتحطوا النقاط. ونتمنوا الخير يا المتتبعين لينا وللجميع، وشكرا للمتابعين ديالنا كاع اللي كيسولوا فينا، شكرا لكم بزاف بزاف بزاف. ويا المتتبعين ديالنا وكما قلت لكم اليوم عيد ميلاد ماما، والله المتتبعين اي ما كنت اولا ندير لها شي حاجه، ما نكذبش عليكم نقول لكم ما عارفاش بلي عيد ميلاد ديالها، عارفه بلي عيد ميلاد ديالها اليوم، ولكن ما عارفاش بلي حنا دايرين لها شي حاجه المتتبعين ديالنا. وهاد الصباح هذا نط وخرجت مشيت شريت واحد الكادو، حيت كنت جا مع شي فلوس المتتبعين كنشد شي حاجه ونجمعها، المهم كنت جا مع شي فلوس ومشيت شريت لها الكادو، ومشيت شريت واحد الطورطة غير قد الحالة المتتبعين. وما والله القسم كون ما جانيش عيد ميلاد ديالها مع الجهاوي ديالي، كنت باغا ندير لها واحد عيد ميلاد اللي غيكون واعر بزاف بزاف، ولكن حيت جاني مع الظروف وهذا، ولكن حتى هذا ان شاء الله نتمناو يدوز بخير وعلى خير ويدوز بداكشي اللي كنتمناو. والله المتتبعين ديالنا الا شي اللي عندهم ميمتو غير يفرحها بابسط الحوايج، لان عندك شي حاجه صغيره غير فرح ميمتك ما حداها في العمر ديالها وما حداها في جنبك. والله يطول ليا في عمر ميمتي ويطول في عمر ميمتكم كاملين يا المتتبعين ديالنا، واللي مات ليه الله يرحمها ويوسع عليها. المهم المتتبعين ماما خرجت مشات عند خالتي الكبيره هي واحمد، باش تقولوا لي واش ماما في خبارها بلي عيد ميلاد ديالها كاين، ولكن باش نقول لكم مخبارها بلي غنديروا لها شي حاجه راه والو. المتتبعين ديالنا دابا البارح كنت زعما حطيت ستوري هكا مع 12 الليل، المهم حتى هي حطاتو، ولكن باش نقول لكم ماما عارفه بلي دايره لها شي حاجه، ما عارفاش. الصباح حتى انا مشيت مع بنت عمتي خليتها هي ناعسه في الصباح، ومشيت خرجت مشيت قلت لها انا غادا للطبيب ديال السنان، ومشيت تتقدي داكشي اللي خاصني. المهم جبت شريت لها واحد الكادو اللي نتمنى يعجبها ونال الاعجاب ديالها، وشريت لها ومشيت شريت واحد الطورطه اللي على قد الحال يا المتتبعين، وشريت شي تخربيقات من داكشي اللي غيخصنا. ونتمنى من ربي يعجبها هادشي اللي دات لها ويعجبكم حتى نتوما، ونتمنى منكم يا المتتبعين ديالنا كاملين دعواتكم معايا ان شاء الله بالنجاح. حيت المتتبعين والله الا راه الخلعه شادانا في هاد الايام، من هاد دوزنا في الخلعه واكثر دابا طولوا علينا حتى الجمعه ولا السبت عاد غادي يعلقوا 14 ولا 13 في الشهر. والله المتتبعين الا الخلعه الا غير كنجبد الحس ديال الطابلو الا تا كيوصلوا لي الدموع لهنايا، ونتمنى من ربي كل خير ان شاء الله يا ربي. وسمحوا لي المتتبعين ديالنا غادي تجيو معايا للكوزينه باش ان شاء الله نوجدوا النعمه ديال الطبيله نجلسوا هنايا شي حاجه المتتبعين غير على قد الحال. المتتبعين ديالنا والله شي حاجه على قد الحال، غير بغينا نديرو شي حاجه اللي باش غنفرحوها. ومهم هادشي كانت انا وجدت الكيسان، ومهم المتتبعين ديالنا ماما اللي تكمل 39، نتمنى من سيدي ربي يطول ليا في العمر ديالها حتى توصل. المتتبعين ديالنا مكملتش معاكم الهضره لي قلت لكم، غير المتتبعين كنطلب من ربي باش طول ليا في عمر ميمتي، حتى تشوفني كيما بغات، حتى تشوف وليداتها كيما بغات، تشوف خوتي تشوفنا كيما بغات ان شاء الله يا ربي. والله يا ربي طول ليا في عمرها يا ربي، تتوصل ل 100 عام وفوق من 100 عام يا ربي. انا كنطلب من ربي تنقص من عمرها وتزيد من عمرها، حيت راه متتبعينا هي كلشي، الام هي كلشي، والله يخليها لينا والله يطول في عمرها. المهم المتتبعين ديالنا هادشي على قد الحال، غير بأبسط الحوايج الحمد لله كنفرحو، ونتمنى من ربي يعجبكم هادشي لي درت. المهم هانتوما كيما قلت لكم جبت الشمعة ديال 39 وجبت هاد الشمعات هادو، المهم هانتوما داكشي على قد الحال صافي.
المهم مشات عند خالتي الكبيره ما عيطات عليها ما عطاش بغاتها وقت لها صافي سيري حتى تجي السلام عليكم المتتبعين ديالنا العزاز. كما كتشوفوا اليوم عيد لانيفرسير د ماما والحمد لله تواجدنا انا واختي نسيمة شي حوايج بسيطة اللي تفرح بهم ونفرحوا بهم حتى حنايا. المهم اليوم غتكمل ماما 39 في عمرها ويا ربي يطولنا في عمرها ويطول في عمر الوالدين ديال جميع المسلمين الاجمعين. صافي بين انت ما تبغي لا غير شي حاجه هكا بسيطه وصافي. الحمد لله حنا متسبعين كنقنعوا سبقينا كنقنعوا بابسط الحوايج وبشي حاجه اللي هي بسيطه بزاف كنقنعوا بها الحمد لله حيت تربينا على البساطه وعلى القناعه من صغرنا الحمد لله والشكر لله. المهم متسبعين ديالنا انا هاد الطورطه اللي شريتها واحد الطورطه غير على قد الحال وصافي غير شي حاجه اللي بسيطة صغيرة. شي نقول لكم شي طورطة ويسحب لكم شي طورطة كبيرة انتما تسكنو ديالنا. هاهي عيد ميلاد سعيد ملكة انتما تسكنو ديالنا. هاهي شريتها قبيلة مشيت تا شريتها ونتمنى تعجبها ونتمنى يعجبكم الاختيار ديالي انتما تسكنو ديالنا. المهم غدا دابا التلاجة هما ما حلاتش كاع الثلاجه باش تشوف الطورطه ولا لا. صافي دابا غادي نربيت هاد الثلاجه وما درنا لا مناضله تتبعين لا والو عصرت العصير ديال الليمون المهم بلاتو غادي نحطوه ان شاء الله و جاي تشرب لكم مع التتبعين ديالنا هذا. المتتبعين ديالنا نتمناكم تقبلوا علينا ويعجبكم هادشي اللي درنا. المهم مش جبت لها هابي بيرثداي لا والو المهم حيت شي حاجه اللي ما كنتش اول عليها متتبعين ما حضرت العائله لا حتى واحد غير حنايا حيت والله الا المتتبعين اي ما كنت اول على شي حاجه حيت كون كنت اول غادي ندير شي حاجه اللي غادي تنال الاعجاب ديالي ود العائله ديالي ود الاعجاب ديالكم كاملين يا المتتبعين ديالنا. ولكن حيت جات شي الغفله دابا كيما قلت لكم ما كنتش اول انني ندير لها عيد ميلاد ولكن صافي نتا تصبح هذا وقلت علاش لا كما قلت لكم المتتبعين ديالنا نتمنى يعجبكم هادشي ونا الاعجاب ديالكم ونتمناكم يا المتتبعين ديالنا دعواتكم معايا بالنجاح ان شاء الله يا ربي. ودابا غادي نقول لكم بقاو معنا على ما تجي ماما هي وخالتي الكبيره وما عرفتش غادي تجي خالتي الكبيره ولا لا. خالتي الكبيره عندها شي ضياف ومشات ماما عندها قالت لها جي عندي ومشات. المهم نتمنى المتتبعين ديالنا يقطعوا ديك الناس بعدا نتمنى ينال هذا الفيديو الاعجاب ديالكم وتخليو لي سميتو التعليق ديالكم واللي عنده مهمتو يتهلا فيها وبقاو معنا حتى لكم. المتتبعين ديالي العزاز كي دايرين لاباس عليكم نتمناكم تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال. واخا وليت كنغبر عليكم شويه المتتبعين ديالي غير سمحوا لي. وتحيه للمتتبعين ديالي فين ما كانوا داخل المغرب وخارج المغرب. اش غنقول لكم اليوم عيد الميلاد ديالي المتتبعين. اش غنقول لكم عيد الميلاد ديالي عيد ميلاد سعيد يا ملكه. او بنتي نسيمه دارت لي عيد ميلاد والله المتتبع انا عارفه عندي عيد الميلاد ولكن ما عارفاش بان نسيمه دارت لي شي طورطه وهذا والله ديك الطورطه مازال ما شفتهاش المتتبعين دارت لي الطورطه دائما كتفرح بيا بنتي. مهم الطورطه غيتبعها الكادو اكيد وغنوريكم واحد الكادو دار لي المتتبعين وراني فرحانه به والله ما عولت عليه قسما بالله داك الكادو ما عولت عليه وجاني الله يخلف على الناس اللي داروا لي داك الكادو. دابا نقول لكم الناس اللي داروا لي داك الكادو ومرحبا بالجميع. مهم غنشارك معكم عيد الميلاد ديالي بسيطه المتتبعين ما وجدت ليه حتى حاجه والله ما عولت نديرو ولكن فاش نسيمه مشات جابت الطورطه وقالت لي ماما خرجت الشاكات ديال العصر خرجت انا مشيت عند الكبيره جارتي انا واحمد
قلت لي ماما ترجعوني ما عرفتش انا واش غدير شي حاجه. تصونت عليا قالت لي اجي اجي يا ماما راه جبت لك التورطه وهذا. والله يرضي على بنتي والله يرضي على ريتاج حتى هي راه عاونتها. ومرحبا بكم المتتبعين ديالي. مهم غتشوفوا التورطه اللي دارت لينا نسيمه شنو بغيتي صافي غير سير بلاتي جلست ما بلاتي. المهم المتتبعين ديالي